ديال السباك اخر يهودي في مدينه الصويره، واني لم تنحس براسي اللي هو اليهودي دخل في الصويره. انا عايش مع عائله كبيره، وهذه عائله كبيره سميتها الصوريه، وهذه المدينه هذه ما نقدرش نقولوا 1 بلس 1 ايغال 2، 1 بلس 1 بالنسبه لي ايغال 1، هي لا كوند فامي، العائله الكبيره. خرجت من الصويره كانت عندي 12 عام، غيبت على الصويره تقريبا شي 20 عام. مشيت للخارج، مشيت لكندا، امريكا في المغرب، ومن واخا مشيت لامريكا وسافرت الدول، سافرت تقريبا 50 دوله. المغرب معايا، البلاد ديالي سورتو الصويره معايا، بحال انا خرجت من المغرب وانا المغرب ما خرجش مني. رجعت في 1993 مع على قبلت الخدمه اللي كنت خدمت في امريكا، كنت تكنيسيان دون ان كون dans un grand magasin, comme responsable d'achat et de vente, ou la compagnie d'Art Fahit, où j'ai arrangé le soir, le jour, le jour, j'ai fait une heure, pour que je puisse me faire un peu de temps. Je suis وما كانش المسلم اللي ما عندوش صديق ديالو يهودي، وما كانش يهودي اللي ما عندوش صديق ديالو مسلم. بحال اللي قلت لك كنا عائلة كبيرة، وعدد ديال العائلات كانوا جيران مسلمين مع سادين مع اليهود. الجارة اليهودية تترضع الدري اللي هو مسلم، والجارة المسلمة تترضع الدري اللي هو يهودي. يعني كان التسامح والتعايش من ماشي حتى كبر بنادم، من نهار اللي تزاد كان التعايش. اليهود داخلين في التراث ديال المغرب، داخلين في خص يتعرفوا عليهم، تعرفوا شكون الشعب اليهود المغاربه. مع اليهود المغاربه هما المغاربه، بلادهم هذه هي بلادي، زدت فيها وحس حتى واحد ما يمكن لي يحيد ليا الجنسيه ولا يحيد ليا الصوره من بالي. يعني كبرنا في هذه المدينه، عشنا فيها، والمغاربه خوتنا، والحمد لله وانا هنا. قلت لي قبل باش انت والخير اليهود الاخر في الصوره، انت تحس براسي اليهود الاخر، انا تنحس براسي مع عائله كبيره. والدين بوحدو الدين خاص، نقدر نكون مسلم مغربي، مغربي يهودي، مغربي مسيحي، مغربي. الدين ما عنده حتى شي علاقه مع الجنسيه. هذه بلادي تزاد فيها، جدودي تزادوا فيها، المغرب الدوله ديالي، فيها فين كبرت، فيها فين نتمنى ان شاء الله نموت، فيها فين نتمنى ان شاء الله نموت وندفن فيها في الروضه مع جدودي.